وحلقتنا هي الحلقة العاشرة في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، سلسلة الطريق إلى الله. يريت بإجازة وتختصر لنا ما تم تناوله في الحلقات الماضية حتى يعني نجدد الذاكرة ونبعث يعني أو نلخص ما تم تناوله لمن انضم إلينا في هذه الحلقة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يصعب يعني تلخيص كل ما مضى، ولكن يعني في كلمات قليلة، نحن في هذه الحلقات من هذه السلسلة نريد أن نقول للناس أن ما يجري في هذا الكون مرتبط ارتباط وثيق بما يحب الله وبما يكره. وأنا أقولها بتعبير آخر، أن كل ما يجري في هذا الكون من مصاب ومن بلاء ومن فقد ومن فرح ومن مجريات في هذه الأحداث هو مرتبط بصفات الله وأسمائه وحكمته جل في علاه.